نسير من خلاله في هذه الأسماء القوية والعملاقة. نسير مباشرة مشاهدينا الأعزاء متابعين الكرام إلى الصدارة والمقدمة، ونذكر بأن جميع أشواطي هذا اليوم جميعها سيارات، ولكن المركز الأول نأتي مع فراع حمد بن متعب بن حمد بن منخس المري، هو من يأتي على صدارة على المركز الأول، بينما المركز الثاني هناك دخول أيضا من شعار المنصوري، وصل في هذه اللحظات مع أيضا القادم بهذا الانطلاق اللي هو دوجان لسالم بن حمد بن سلطان بن نابت المنصوري، غير إلى الصدارة وإلى المركز الأول، بينما هناك المركز الثالث وصل شاهين منصور بن سيف بن عصاد الخيالي الذي يأتي في هذا الانطلاق الرائع والجميل. المركز الرابع وصل في هذه اللحظات، وصل الغزال محمد بن سهيل اليبهوني الظاهري الذي يتجول مع الغزال في هذه اللحظات على المركز الرابع. المركز الخامس وصل في هذه اللحظات، هناك متعب لحمد بن عبيد بن شلبود الخيالي يأتي هنا في المركز الخامس. والمركز السادس هنا الذهب محمد بن عتيق بن علي بن خفية الاكتبي يصل في هذه اللحظات، بينما نقلتنا مباشرة إلى الاسم القادم على سابع المراكز أو ثامن المراكز بالفعل، هو بارود لخليفة بن الضبيب بن سليمان الشامسي يصل في هذه اللحظات، أيضا واحد من الأسماء القوية والمشاركة من خلال أيضا المشاركة وأيضا حصوله على السيارة في أيضا دولة قطر. ليأتي هنا مشاهدين الأعزاء أو في ميدان الوثبة بالفعل هنا يأتي في هذه المشاركة الرائعة، ولكن الدخول هناك من الرياض محمد بن ناصر بن محمد الحباب الهاجري. المركز العاشر اخديدات لسعيد بن عبد الله بطير العامري، هذا الاسم التراثي مشاهدينا الأعزاء متابعين الكرام في هذه اللحظات، هذا هو الذي منطلق من خلال المشاركة في هذا الشوط وأيضا المندفع في هذه اللحظات. هذه هي العشر المراكز الأولى، ولكن نعود إلى صدارة إلى دوجان اللي في الصدارة، وغير إلى المركز الأول القادم من ميدان الوثبة بقيادة سالم بن حمد وسلطان بن نابت المنصوري الذي ينطلق من خلال تواجد دوجان هنا، وأيضا ينطلق على المركز الأول، بينما المركز الثاني الوصول من فراع لحمد بن متعب بن حمد بن منخس المري الذي أيضا يأتي هنا بالمشاركة في سن الثنايا وأشواط الطفح، والوصول هناك من شاهين منصور بن سيف بن عفان الخيالي المنطلق من خلال المشاركة في هذا الشوط والباحث أيضا عن الفوز في أول أشواطي الثنايا الجعدان المهجنات الأصايل. دخول من شعار اليبهوني وطيارة التي دائما تأتي بكل جديد، هناك محمد سهيل اليبهوني الظاهري مع أيضا الغزال في هذه اللحظات والمنطلق من خلال هذا الاسم، وشاهدنا هذا الشعار كان أيضا حظى برمز في سن الصغار وأول كؤوسي هذا المهرجان الذي كان مع أيضا أشواط الإنتاج، وكانت الحروق في ذلك اليوم هي صاحبة أيضا الفوز والانتصار. نسير إلى الاسم القادم، والمنطلق هو حامل الرقم 27 اللي وصل خديدات سعيد بن عبد الله بالطير العامري، وصل في هذه اللحظات بدأ ينتقل من مركز الآخر، والدخول من متعب حمد بن عبيد بن شلبود الخيالي اللي وصل في هذه اللحظات، وهناك شاهين محمد بن علي بن وديمة العامري بدأ يتدخل بن وديمة من خلال مشاركة شاهين، أيضا واحد من الأسماء القوية القادمة من ميدان الساد للمشاركة في هذا اليوم والبحث عن الناموس وعن مادة الزعفران التي دائما يكرم بها سمير الثلاث المراكز المتقدم. الوصول من الذهب محمد بن عتيق بن علي بن خفية الاكتبي وصل في هذه اللحظات، ولكن هناك شامسي يصل من خلال تواجد بارود في هذه اللحظات، خليفة بن ضبيب بن سليمان الشامسي أيضا يترقب الانطلاقة وعينه من مركز الآخر المتواجد، ولكن هنا مبشر أيضا واحد من الأسماء القوية والعملاقة أيضا سجل الكثير من السيارات والكثير من الانتصارات حمد بن سهيل بن عبد الهادي بن حفار المري، هذا هو مبشر المنطلق في هذا الشوط. وهناك أيضا وصول من الرياض محمد بن ناصر بن محمد الحباب
الهاجري. وصول ايضا رائع وجميل من الباز لفاران بن عتيق بن محمد المري وصل في هذه اللحظات، ولكن العودة الى دوجان، دوجان ما زال في الصدارة يدوج في ميدان المرموم، ليتواجد ايضا هناك سالم بن حمد بن سلطان بن نابت المنصوري. طيارة اليبهوني ايضا تدور في هذا الميدان وتتجول. وصل ايضا في هذه اللحظات مشاهدينا الاعزاء متابعين الكرام الغزال محمد بسهيل اليبهوني الظهري، ولكن الدخول يا سلام، شوفوا من المتدخل هناك، شاهين منصور بسيف بن عفصان الخيالي ايضا سجل نقطة ذهبية من خلاله في ايضا ختام الوسمة. وصل في هذه اللحظات يا سلام يا باروت، وصل باروت، بدأ ايضا ينطلق ويجهز ايضا انطلاق خليفة بضبيب بن سليمان الشامسي. وصل في هذه اللحظات ينضم الى الرباعية ليبدأ في المنافسة، ونحن نتجه الى 1800 متر الاخيرة والنهاية، ولكن شوفوا من القادم والمنطلق هنا، الذهب محمد بن عتيق بن علي بن خفية اللي وصل في هذه اللحظات. ولكن دوجان، دوجان بدأ ينطلق ويسير إلى المقدمة مع المنصوري، مع المنصوري يا سلام، مع المنصوري. هناك سالم بن حمد وسلطان بن نابت المنصوري يا سلام، الله 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 الله. وصل في هذه اللحظات، وصل في هذه لحظات الغزال محمد بسهيل اليبهوني الظاهري يا سلام، الجانب الاخر، الجانب الاخر، الجانب الاخر، الوصول هناك يا سلام. وصل بن مشيط، وصل بن مشيط، هناك الذيب راشد بن ناصر بن مشيط المري يا سلام، وبالضبيب قادم، بالضبيب قادم، والمنطلق في هذه اللحظات. ولكن اليبهوني، اليبهوني غير، اليبهوني انطلق مع الغزال، بدأ يغازل المقدمة والصدارة يا سلام، الله 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 الله. هناك الذيب راشد بن ناصر بن مشيط المري، أهالي الباهية قادمين، قادمين بكل قوة، بكل أداء رائع وجميل، ليغير إلى الصدارة، لينطلق إلى المركز الأول. أرى الكليلي وصل، وصل الكليلي، ولكن بن مشيط الذيب، الذيب، الذيب مع 800 متر الأخيرة، الأمتار الأخيرة، راح الذيب، راح مع الصدارة، مع المركز الأول، ليتواجد راشد بن ناصر بن مشيط المري، تحرك بن حفار مع مبشر في هذه اللحظات، ليقدم مبشر حمد سهيل بن حفار المري. وصل شاهين مبارك بسعيد بن محمد الكليلي، هنا ينتقل من مركز الآخر، ثلاثية المقدمة، ولكن الذيب، الذيب، الذيب على الصدارة، الذيب على المركز الأول، راشد بن ناصر بن مشيط المري. يا سلام يا سلام يا بن مشيط، يا بن مشيط، ما زال في 400 متر الأخيرة. وهنا الكليلي مبارك بن محمد بن سعيد الكليلي وصل في هذه اللحظات، ليقدم هناك مبارك بن سعيد محمد الكليلي، واليبهوني عاد، عاد اليبهوني مرة أخرى، ولكن الذيب، الذيب وشاهين، شاهين والذيب، الغزال، الغزال، وصل الغزال 200 متر الأخيرة، اضرب بلالي وروح مع الصدارة، الغزال وصل، الله 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 الله، الذيب ما زال، الذيب ما زال، ولكن اليبهوني يبحث عن السيارة الثالثة في هذا المهرجان. تهانينا والناموس على هذا الفوز، على هذا الانتصار، هكذا الغزال محمد السيل اليبهوني الظهري. المركز الثاني شاهين منصور بن سيف بن حسان الخيالي، ثالثا كان شاهين مبارك بن سعيد بن محمد الكليل، المركز الرابع كان بن مشيط مع الذيب راشد بن ناصر بن مشيط المري، والمركز الخامس مبشر، وكان ايضا بن حفار حمد بن سهيل بن حفار هو الموجود في هذا الشوط. ولكن اللوحة الإلكترونية من تتواجد، من تنطلق، من تأتي، توضح دائما الصورة لكل المشاهدين والمتابعين هنا في الميدان الذكي. إذا مشاهدين الأعزاء، متابعين الكرام، هكذا الانطلاق وهكذا هي العودة بالتوقيت الزمني وملخص هذا الشوط، حيث الغزال قطع المسافة في 9 دقائق
39 ثانية جزيني من الثانية. تهانينا لمحمد لسيل يبهوني الظاهري، مشكور يا راشد على هذا الأداء الرائع والجميل. بينما المركز الثاني هناك من وصل أيضا أداء رائع وكان 9 دقائق 39 ثانية وتسعة أجزاء من الثاني، اللي هو شاهين منصور بن سيب بن عصان الخيالي. بينما المركز الثالث وصول من شاهين، هناك مبارك بن سعيد بن محمد الكليلي اللي وصل في ثالث المراكز ب9 دقائق 40 ثانية، 4 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس للجميع.